السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم اماني باري. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو غادي نشارك معكم جميع المشتريات اللي راني شريت قبل من الصفر، يعني اللي شريت من لو سونتر كوميرسيال، اللي شريت من السوق الاسبوعي. هادو اللي غادي نبدا بهم هما اللي كنت خديت من السوق الاسبوعي. كما كتشوفوا معايا هاد لي طونغ من لا مارك لي كوبر اللي هي معروفه. هاد لي طونغ كيديروا 35 اورو في المغازه، مي حنا لقيناهم في المارشي كما كتشوفوا حاطينهم حاجه واحد السيد جاب واحد لا كونتيتي اللي هي كبيره، حاطينهم جوست ب 2 اورو لي طونغ. خدينا منهم دو كولور، يعني خديت دو كولور في لو روج وخديت وحده في البلو، هكا راجلي غيبدل بلو روج ولو بلو، وخديت وحدين اخرين في لو روج الخاي حيت عجبوني بزاف وجاني واحد الثمن اللي هو من 35 اورو ل 2 اورو، راه فرق كبير. وخلاص لي كوبور راها معروفين وتا لا كاليتي ديال لي طونغ غزاله. انا الصراحه ما كنتقداش ديما من المارشي، مي هادشي اللي لقيت اليوم فجاه يعني داكشي غزال. وخدينا كذلك هاد الشابو هذا لرجلي كما كتشوفوا معايا، حتى هو لقيناه غزال، واحد السيد جايبهم خديناه بستة اورو. وكذلك خدينا هاد الشابو هذا خديته ليا انا، عجبني بزاف بزاف، على يعني نبدل الستيل ديالو على لي شابو اللي عندي في الدار. هذا حتى هو خديته ب 6 اورو. الشكل ديالو رائع الصراحه. كتلقايه ميزات في المارشي، يعني الواحد طون زون طون يمشي. ولقيت كذلك خديتها واحد لي صندال اللي هما غزالين، منهم هادي ديال الجين غزاله غزاله، يعني كما كتعرفوا الصيف كيبغيو الحويجه اللي كتكون يعني سهل باش تخشي فيها رجيلاتك، البحر، الخروج، ما من بغيتي تمشي خاص شي حاجه اللي تكون مريحه. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه من الفوق فيها الثوب ديال الجين، وتلعلو ديالها مريح، والشكل غزال غزال حمقني. يعني انا الصراحه ما كنتش كنعطي يعني وقت الحوايج ديال المارشي، مي هاد المره تحت في دي تروك عندهم غزالين. يعني ديك الصنداله كانت بستة اورو وهذه كذلك لقيتها عندهم كما كتشوفوا معايا نفس الشكل ديال الجين ديك الصنديله. هذه حتى هي في لونوار، جوست تيسو ديالها ديال الدان كما كتشوفوا معايا راه نفس الوريضه، حتى هي غزاله ومريحه، يعني لونوار راه كيمشي متماشى مع كلشي. وحتى الاخرى اللي راها غي يعني ديال الجين راه حتى هي تلبسيها بالصيف مع كلشي. هذا بجوجهم يعني كانوا دايرين لكل وحده 6 اورو، يعني الثمن اللي جاني انا طايح بزاف وما تلقايش يعني في اي بلاصه. يعني وزوين زوين 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 بزاف، كيجيو في الرجيله وخفيفين كما كتشوفوا معايا، يعني كتلقاي دي تروك زوينين في المارشي. وهادو كانوا هما المشتريات اللي شريت من السوق الاسبوعي. دابا غادي ندوزو للمشتريات اللي خديت من لو سونتر كوميرسيال لي تخوا فونتان اللي راه كاين في سيرجي، وغادي نوريكم كذلك المشتريات اللي خديت من ليدل. اول حاجه غادي نبداو بها هي لي برودوي اللي خدينا من اوشان لي في لي تخوا فونتان. خديت هاد لولو دو 3 بالنسبه لهاد لو شامبوان هذا، الصراحه راه نورمالمون كيكون طالع في الثمن حيت انا هو اللي كنغسل به، مي كانوا دايرين بروموسيون لي 3 كانوا بشي 10 اورو. المهم الاثمنه ديال كاع هاد لي برودوي هادو حيت انا ما عقلاش عليهم، غتلقاو في لا فيديو اللي قبل من هادي، غتلقاو واحد لا فيديو اللي مكتوب فيها فلوغ قبل السفر فيها كاع لي بري. وخديت كذلك هاد ميكسا بوغ بو سيش اللي هي فيها كذلك لو دو دو، كانت حتى هي اون بروموسيون. وخدينا كذلك هاد ليستيك اللي كيدير راجلي ديال لوريال اللي حتى هما راهم غزالين بالنسبه للرجال.
خديت هاد دو سولفون بحكم اني دايره لو فيرني نورمال دابا اليديه، وبغيت ابخي ندير لو فيرني اون جيل. كيما كتعرفوا لو فيرني اون جيل راه كيجلس شهر يعني مع لا بيسين مع البحر، ما كتبقاش داك فوا كتحيدي حتى كديري ليه لا ديبوز. باش كديري لا ديبوز يعني راه ماشي يعني ماشي ساهل، يعني ما غيتحيدكش بدو سولفون ولا بالماء. كما كتشوفوا معايا خديت هاد لا موس ديال دو سونج ديال البوكلاج، كنستعملها الصراحه ديما في الصيف، زعما رائعه وغزاله بحكم زعما تقريبا ديزاني وانا كنديرها. كما كتشوفوا معايا داك لو ستيك اللي خدينا لراجلي راه لولو سي فيه دو دو، فيه جوج، كان تا هو اون بروموسيون. وخدينا كذلك لولدي هاد لو برودوي ديال لابيسين وديال البحر اللي كيدار قبل ما يهبط الوليد لابيسين ولا البحر، باش كتحمى لابو ديالو من الشمس وما يوقع لها والو. كيتبرونزا مي كياخد جوست داك البرونزاج اللي كيكون خفيف وما كيأثرش على لابو. وخدينا لينا حنايا هاد لومبر اللي هو زوين اللي فيه لويل دو كاريتي كما كتشوفوا معايا، وديجا زدنا اومبر وحده اخر لينا حنا الكبار، نسيت ما شاركتوش معاكم. فوالا هادو كانوا جميع لي برودوي اللي خديت من اوشا بالنسبه لي برودوي. دابا غادي ندوزو للحويجات. كما كتشوفوا معايا هاد الحويجات خديناهم من سيرجو ماجور. فوالا هاد التيشيرت هادي، فوالا كما كتشوفوا معايا دي السميه ديال الماغازان. فوالا هذا هو الثمن ديال التيشيرت، كيدير 13 اورو كما كتشوفوا معايا، مي راه موان 40% في لي مانش ديال لي دومي مانش دايرين هاد لو سين ديال الباتو كيجي غزال. وميم بوغ الصوره اللي كاينه في التيشيرت بحال هادشي كيعجب الوليدات، وخلاص لي كولور صيفيين. وخدينا ليه كذلك هاد الشورت هذا اللي فيه هاد لو سين هذا في الشورت، لو بري كان ب 23 اورو. فوالا حتى هو اون بروموسيون موان 20%. لور ديالو كما كتشوفوا في السميطه فيه هاد لو تروك اون سيليكون كما كتشوفوا. فوالا وخدينا له كذلك هاد التيشيرت هادي اللي حتى هي فيها هاد لي كولور صيفيين، هما اللي كيتماشاو في هاد الوقت. وبالنسبه للبحر ولا بيسين راه كتعرفوا كيبغي بحال هاد الحويجات اللي دايره 10 اورو موان 40% كتبقى بشي 4 اورو ولا 5 اورو. وخدينا له كذلك هاد الجاكيت هادي اللي حتى هي لاحظتوا فيها لي ميم كولور اللي كاينه في التيشيرت، حيت هادوك هما لي كولور اللي راهم صيفيين. وفي السنيسله دايرين له واحد لي باسكيت اون سيليكون، ها هو الظهير ديالها، انا حمقاتني بزاف بزاف. شوفوا لي كولور اللي كاينين وحتى التصويره اللي دايرين ليهم في الظهير، هادشي راه كيحمق الوليدات وكيعجبهم. حتى هي موان 40% كتبقى بشي 20 اورو. ودابا غادي نوريكم واحد البيسه اللي جات لولدي كادو من عند واحد السيده اللي هي اخت طيبه يعني صاحبتنا و عائلة ماشي كتر من الصحوبة، زعما الله يخطيهم ونردو لها في الخير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. جبتها لسند كما كتشوفوا معايا، هانتوما شوفوا ديك السميه كي مكتوبه بواحد ماشي بطريقه اللي هي يعني بواحد ستايل زوين بزاف بزاف عجبني، لا تيشيرت ولا الشورت. الشورت كما كتشوفوا فهاد لا كولور فيغ بيستاش غزاله. كما كتعرفوا الوليدات الصغار يكونوا هاد لي زيلاستيك باش الا كان الشورت كبير عليهم ولا صغير كتزيريه كيولي في التقيده ديالهم، ما كتحتاجيش ديري لا سانتور. وهذا الظهير ديال الشورت كما كتشوفوا معايا، ان شاء الله ما نردو ليها في الخير ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو للحويجات اللي خديت انا من اشيام. خديت هاد لو مايو دو بان كما كتشوفوا معايا في هاد لا كولور، حيت الصراحه انا كنحاول كل عام نبدل لي كولور ديال المايو. كتلبسي ان كولور اللي ما فايتاش دايزا عندك من حتى انت كتشوفي راسك بشكل اخر. ولا خديت هاد الشكيل هذا عجبني بزاف، ولا كما كتشوفوا معايا كيتسد بهاد الطريقه من اللور بهاد الخريصه هادي، والقدام ها هو الكيلات ديالو
صراحة عجبني بزاف بزاف. فوالا بالنسبة للبري راه داير رخيص، حيت دابا سولدي 7 أورو كيلوت، و لي سوتيان دايرين 10 أورو كيبقاو، نورمالمون كانوا ب15 أورو. ما عجبنيش الشكل ديالهم بزاف، وخديت هاد لي زيلاستيك هادو للشعر مع البحر مع لابيسين، يعني ما كتلقايش مشكل معاهم، داك كيتجمع لك شعرك. دابا غندوزو للحويجات اللي خدا راجلي من جول. فوالا هاد لي تيشيرت هادو غزالين، تا انا حمقوني. هاد التيشيرت هادي خداها من جول، فوالا كانت كدير 12 أورو، كتبقى موان 30%. وكذلك خدا هاد التيشيرت هادي اللي كدير 20 أورو، فوالا 19.99، يعني بريسك 20 أورو، تا هي كتبقى موان 30%. وخدا كذلك هاد البولو هذا اللي هو زوين، عجبني بزاف. انتما كما كتشوفوا الكول ديالو كي داير، ومام لي فوالا مام لي دومي مونش، تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش دايرين. فوالا عجبني بزاف هاد البولو هذا، الشكل ديالو رائع وكلاس. بالنسبة لو بري كان تقريبا غدا 26 أورو. وخدا كذلك هاد التيشيرت هذا اللي حتى هو زوين بزاف، شكي ديالو كيفاش داير. فوالا كان 19 أورو فيرغول، قلت هو 20 أورو. خدا كذلك هذا بشكل اخر، حاول يبدل يعني في لي كولور و حتى في لي ستايل ديال لي تيشيرت، باش ما كيجيو متغيرين في اللبسه. وفي كاين اللي كيكونوا كولفي، كاين اللي كيكونوا كل وحدهم كيفاش دايرين. هادو راه ما في التيشيرت ما لقيناش فيها، ما لقيناش فيها الثمن، مي كدير 20 أورو. وكذلك بغيت نشارك معكم هذه اللي هي مهمه، هاد البوشيت صافي ان باش انا خديتها وما عمرني ما استعملتها. كديري فيها البورتابل ديالك وكتسديها وكتهبطي البحر لتحت، يعني تحت من الماء ولا في لابيسين، وكتصوري يعني تحت من الماء، ما كيدخل لا ماء لا والو. التليفون هي دايرينها سبيسيال لي فوتو تحت من البحر يعني، ولا تحت من لابيسين يعني في الماء داخل، كدير 15 أورو كنت خديتها. مام بالنسبه للناس اللي كيبغيو يدخلوا معاهم التيفون ديالهم لا بلاج ولا لا بيسين، في حالي انا نيت كنبغي ندخل ديما بالتليفون ديالي لداخل، حيت كنبغي نتصور كنبغي ندير دي فيديو، كتدخلي التليفون ديالك في هاد البوشيت وكتعلقيه في العنق ديالك وكتدخلي تعومي به. مي دابا راه ولاو دي التليفون اللي هما ديال الماء، انا نيت عندي سامسونج اس 9 اللي هو كتقدر يعني ديري فيديو تخشيه كاع في الماء وتفرجي، ولا تدخلي تفرجي تصوري تحت من الماء. فوالا وهادو كانوا هما المشتريات التانيين. دابا غادي ندوزو للمشتريات التالتين، خليكم معنا. اول حاجة غادي نشارك معكم في هاد المشتريات التالتين، وهي هاد الصنادل هادي اللي مهمة لوليدات الصيف بالنسبة للبحر، باش ما تحرقهمش الرملة، ما تقيسهمش شي حاجة تكون قاصحة في الرملة، كيدخلوا يعوموا بها، اللي هي كدير 7 أورو. كذلك خديت هاد السريولات، خديت هذا في لو نوار غزال دي لافي، خديته من بيمكي اللي كان كيدير 2 أورو ولا 10 أورو. وخديت كذلك هذا ديال الجين في لو بلون اللي حتى هو غيكون كان ب 10 أورو ولا ب 12 أورو با بلوس. بصراحه دابا حيت كاين لي سولد بالنسبه للناس، دابا راه كيتمتعوا في لي سولد الناس اللي عايشين في اوروبا. وخديت كذلك هاد الصنيدله هادي من زارا، غزالة 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 وحمقتني، عرفتي كي تجي في الرجيلات كتحمق. بخي ديالها 10 أورو صولي حتى هي. وخديت كذلك هاد لي بالغين اللي كيحمقوني في الصيف نلبسهم، لا انا ولا راجلي، كيجيو غزالين في اللبسه كما كتشوفوا معايا، بحال الشكل ديال الجين، مي هو ماشي الجين، وفيهم دوك التريزات في الدوغي. خديتهم ب10 أورو حتى هما. وكذلك دابا غادي ندوزو للحويجات اللي خدا راجلي من جول. المره الثانيه مشينا لجول، لقى هاد لي بالغين مره اخرى، لقيناهم حطوهم غزالين، مي ماشي سولدي، راهم لا نوفيل كوليكسيون،
حمقوني بزاف بزاف، كيديروا 20 اورو، مي راهم غزالين كيجيو في الرجيله كيحمقوا. وخديت كذلك هذا السويك هذا اللي غزال غزال غزال، كي تشوفوا معايا من سيليكون كيما كتشوفوا، بحال ماشي بلاستيك مي بحال سيليكون، تقدري ديه معاك للبحر، تقدري تخرجي بيه كاع السوار بالبوشيت ديالو باش ما كيتكرفش ليك، كتخشي في البوشيت ديالو. غزال في ديك لاكولور حمقاتني. وخدينا كذلك هاد البيجاما الراجلي، خديناها من ليدل، لقيناهم رخاصين، ميم با واقيلا ما كاملاش 10 اورو، الشورت مع التيشورت ديالو. وخديت انا هاد البيجامات كذلك من ليدل، بالنسبه للناس اللي راهم في فرنسا يمشيو ليدل، حيت لي زارتيكل كيتحطو باختو. هادي حتى هي ما وصلش ل10 اورو، دايره بحال سالوبيت مي بيجاما غزاله. وكذلك خديت نفس ستايل، هادي حتى هي بحالها مي جوست لا كولور فلوروز، غزالين غزالين الصراحه حمقوني وسامبل، انا كيعجبني بحال هاد الستايل هذا ورخاصين. يعني دو طون زون طون الواحد هكا ليدل راه كيحطو حويجات هميزات كتلقايهم تاوما عندهم. ولقيت عندهم هاد لي سيرفيت، صراحه ما زعمتش ناخذهم، مي راجلي قال لي اش تخسري جربيهم، لقيتهم حاطينهم في ليدل. وفي الجنيب ديال السيرفيت هابط بهاد الدونتيل هذا كما كتشوفي، ماشي دونتيل بحال غيبون، هابط من الجن في الغوز، مي سامبل في الغوز زوينين. داك السيرفيت دير تقريبا واقيلا شي 20 اورو. ولقيت كذلك هاد لي سيرفيت حاطينهم، خديناهم يا ربي باردون من اكسيون، هاد لي سيرفيت خديناهم من اكسيون، خدينا لي سيرفيت ديال هكا الوجيه ديال لي ديدات ديال باش نديهم معنا في السفر جدادين. وخديت لولدي هاد لو كروكوديل اللي كتقدري تنفخيه ديال لا بيسين ولا البحر، كما كتشوفوا معايا راه داير بحال الشكيل ديال الباتو، كيطلع الوليد فوق منه وكيشد في ديك البواني اللي راه كاينه تما. خلاص انا ولدي عنده بزاف ديال الحوايج، عنده لي بوي، عنده بليزيور تروك، مي ضروري كل عام تفرحيه بشي حويجه جديده. وخديت كذلك هاد لي بوكل هادو من اشيام، الصراحه راجلي كان كونتر باش ناخذهم، ما بغانيش ناخذهم، مي نجربهم واخا جوست نهير ديك الساعات ماشي مشكل، مابقاش نلبسهم. وخلاص خدينا كذلك هاد الكاسكيت هادي لولدي، هاد لا كاسكيت زوينه عجبتني لا كولور ديالها. وخدينا كذلك ليه واحد الشابو اللي هو صيفي بدي كولور صيفيين كما كتشوفوا معايا، حتى هو غزال غزال في لي كولور، هادو هما لي كولور اللي كيتماشاو في الصيف. وخدا راجلي دو كاسكيت، الكاسكيت الاولى في لو بلون حتى هي غزاله، والكاسكيت الثانيه في البيج. فوالا، وكانوا هادو هما المشتريات اللي شريت قبل العطله الصيفيه ديالنا. كنتمنى ان هاد المشتريات تكونوا استفدتوا منهم ويكونوا عجبوكم، وكنتمنى الفيديو ما يكونش طويل عليكم. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك، وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا لا فيديو ديالي ما ينساوش يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد، وما ينساوش لي لايك. والسلام عليكم، الى لا بروشين فيديو ان شاء الله.